بتوقيت مصر، أهلا بكم. حلقة جديدة فيها لقاء خاص مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج حول عدد من الموضوعات والقضايا، كما نتحدث عن مبادرة التداول الإلكتروني بالبورصة المصرية لجذب استثمارات جديدة من المصريين بالخارج. وفيها أيضا حوار خاص مع أول امرأة تعتلي منصة القضاء في مصر بالعصر الحديث حول قرارات تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة. فاصل وينطلق نقاش الليل. في 19 من سبتمبر عام 2015 تولت السفيرة نبيلة مكرم مسؤولية وزارة الدولة للهجرة والمصريين في الخارج لتطلق العديد من المبادرات والفعاليات التي تحاول من خلالها ربط المصريين في الخارج بوطنهم الأم. وعلى مدار قرابة 6 سنوات حققت العديد من الإنجازات، وهناك أيضا التحديات التي نناقشها في هذا اللقاء. برحب بمعالي الوزير، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. في البداية هاخد أحدث مبادرة للوزارة والخاصة بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية لتشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار في البورصة، فما تفاصيل هذه المبادرة؟ مظبوط، بروتوكول تعاون الحقيقة وقعته مع دكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إزاي إن إحنا نشجع المصريين في الخارج إن هم يدخلوا سوق المال المصري. استثمارات المصريين في الخارج مهمة، وزي ما أكيد حضرتك عارفة تحويلات المصريين في الخارج إحنا واخدين المركز الخامس على مستوى العالم فيما يتعلق بتحويل المهاجرين لأموالهم لبلدهم. والحقيقة أن كل الإجراءات الاقتصادية والحالة الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر إدت صورة إيجابية متميزة للمصريين في الخارج، استقرار سعر الصرف، المناخ الاستثماري بوجه عام. الحقيقة كل القرارات والإجراءات الاقتصادية اللي الدولة أخذتها زي مثلا تعويم الجنيه المصري، الاستثمار العقاري للمصريين في الخارج الحقيقة يعني أبدو يعني وكان واضح جليا أنه ده أهم استثمار عندهم، عشان كده كان لابد أن احنا نفتح لهم مجال جديد للاستثمار وهو الاستثمار داخل البورصة المصرية. بس كنا لازم نعرف أو نعرفهم إيه اللي موجود، لابد من التوعية. هذا البروتوكول التعاون اللي وقعته مع دكتور محمد فريد كان لبدء توعية المصريين في الخارج بكيفية المشاركة. شركات يعني الحقيقة وساطة كثيرة جدا تحت غطاء البورصة المصرية، كان لابد من تعريف المصريين في الخارج بيها، إزاي كل الشكوك، كل يمكن المعلومات الخاطئة، الرسائل التطمينية، عشان نقدر إن إحنا ندمج المصريين في الخارج في أعمال البورصة المصرية. زي ما حضرتك قلتي في شركات وساطة، هل كان دخولها سريع؟ أبدو يعني موافقة على طول في دخولها في هذه المبادرة؟ جدا، لأنه الحقيقة ده في تاريخ البورصة المصرية أول مرة البورصة المصرية تتحدث إلى المصريين في الخارج، وأنا سعيدة أن أنا شاركت في حاجة زي كده. إنما أول ما أعلننا الكثير من شركات الوساطة طلبت أن هي تشارك في هذه المبادرة، والحقيقة ده بيوري كمان أن إحنا بنوري فرايتيز، يعني بندي للمواطن المصري كل الأنواع من كل الشركات، بس شريطة إن هي تكون تحت غطاء البورصة المصرية عشان كمان المواطن المصري يكون متأكد من هذه الشركة. طيب هنتطرق لموضوعات أخرى بخلاف المبادرة الأخيرة. في أزمة كورونا تعرض عدد قليل من المصريين إلى أزمات بسبب تعليق العمل في المطارات، إلغاء رحلات، وكان هناك استغاثات متكررة من العالقين في عدد من دول الخليج. كيف تصاعدت الأزمة ده في البداية، وأيضا كيف تم احتوائها؟ الحقيقة الدولة مرت بالكثير من التحديات، ولكن من ضمن هذه التحديات كانت مشكلة العالقين المصريين في الخارج. والموضوع بدأ بالعالقين المصريين داخل أراضي الدولة المصرية، يعني أول مرة وزارة الهجرة بتتلقى استغاثات من عمالة مصرية موجودة على أرض الدولة نزلت أجازات ومش عارفة ترجع مرة أخرى لمنطقة الخليج. عشان كده ابتدينا ان احنا نتواصل معاهم، والحقيقة المملكة العربية السعودية والكويت مشكورين، يعني كانوا بيساعدوا لان دي حالة انسانية او حالات انسانية، فكانوا بيساعدوا على تجديد الاقامات ليهم حتى لو كانوا هم مش على ارض الدولة. انما بعد كده تطور الموضوع ان سمعنا استغاثات من مصريين خارج الدولة مش عارفين يرجعوا، اللي راح في اجازة، اللي راح يتعالج، اللي بيدرس في الخارج وجامعة بتاعته قفلت وحتى المدن الجامعية قفلت، عايزين يرجعوا بلدهم.
عشان كده وزارة الهجرة عرضت على دولة رئيس مجلس الوزراء تكوين الحقيقة لجنة مشكلة من الصحة والتعليم العالي والطيران وطبعا وزارة الهجرة وزارة الخارجية، عشان نقدر ان احنا نسيطر ونشتغل بشكل مؤسسي، بمعنى ان لابد من تسجيل من هو العالق في السفارات والقنصليات، الاخذ بهذه الاستغاثات، الطيران اللي حيطلع. كل الناس كانت بتفتكر انه موضوع العالقين طيارة وشوية ناس، انما الموضوع غير كده خالص، كان في تصاريح من الدول الاخرى، كان في مساعدات. فاشتغلنا ونجحت الدولة المصرية برئاسة دولة رئيس الوزراء لهذه اللجنة المشكلة من إعادة أكثر من 80,000 مواطن للدولة المصرية، وده أنا بقول نجاح الحقيقة يحسب للدولة المصرية بشكل عام. بعد عودة المصريين من الخارج، أطلقت الوزارة مبادرة نورت بلدك. ما أهداف المبادرة وحققت إيه؟ المواطن المصري اللي رجع من الخارج، خاصة من العمالة المصرية العائدة، وعايز أقول لحضرتك أن احنا كنا عرفنا من هو العالق، إنما بتطور الموضوع ابتدينا ندخل حتى في المخالفين في الإقامة في دولة الكويت. أيوة. الحالات الإنسانية، الموضوع يعني كبر مننا أو وسع مننا زي ما بيقولوا، إنما كنا عايزين نثبت للمواطن أن احنا مش بس جبناك وحنسيبك، لأ، الدولة هتهتم بيك وهترعاك. عشان كده مع وزارة التخطيط زميلتي العزيزة دكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فكرنا ان احنا نعمل استمارة اسمها نورت بلدك. عشان اساعدك لازم اعرف انت مين، ولازم اعرف انت جاي باسرتك ولا لوحدك، وصنعتك ايه، المحافظة اللي انت جاي منها ايه. نعم، استبيان حالة يعني اعرف انت حالة. بس يعني اخترت اسم نورت بلدك عشان ادي للمواطن نوع من الطمأنينة. احنا مش بناخد البيانات دي عشان نعمل بيها حاجة، احنا بناخد البيانات دي عشان نقدر نساعدك. وقعنا بروتوكول تعاون ما بين الهجرة وما بين التجارة والصناعة وأيضا وزارة التخطيط، إزاي إن احنا ندمج هؤلاء المواطنين في مشروعات التنمية اللي الدولة بتقوم بيها، في فرص العمل. جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحقيقة له دور رئيسي، لأنه في الكثير من اللي هم رجعوا راجعين بمدخراتهم، فهو مش عايز يشتغل إنما هو عايز يستثمر بمدخراته، فكان كل شريحة بنحاول إن احنا نلبي احتياجاتها. يعني هل الوزارة لديها حصر بعدد من عادوا من الخارج ولن يعودوا مرة أخرى للدول اللي كانوا بيعملوا فيها، عندهم رقم معين؟ يعني طبعا ما أقدرش أقولك رقم المعين المظبوط، ولكن بالتأكيد كل البيانات من الاستمارات احنا وزعناها في الطيارات، وزعناها حتى في أماكن العزل وقت جائحة كورونا، في أزمة العالقين حطيناها على الإنترنت كمان، صفحة الوزارة وصفحة وزارة التخطيط. إنما كل البيانات اللي بتجينا بتصب في لجنة مشكلة من الثلاث وزارات، وبنبتدي نشتغل عليهم، بنتواصل معاهم عشان نقدر نلبي رغباتهم. طيب، في عدد من الدول وضعت قيود على دخول المصريين زي عمان والكويت، كيف تتعامل وزارة الهجرة مع مثل هذه الأحداث؟ أولا يعني بنحترم قواعد الدول الأخرى، كل دولة عارفة كويس جدا بمشاكلها وعارفة كويس جدا إجراءاتها الاحترازية، فإحنا بنحترم سيادة الدول في قراراتها، ولكن إحنا بنبص للحالات طبعا الإنسانية للمصريين اللي عايزين يرجعوا، متفاهمين جدا جدا شغفهم إن هم يرجعوا مرة أخرى لاستكمال عملهم وعيشتهم، بس بنشتغل زي ما قلت لك في ضوء احترام هذه السيادات للدول. بس هل بيرجعوا لكم المصريين بيكلموكم يعني إحنا لو عايزين نرجع بلد لو عايزين نرجع مكان شغلنا، طب بيكون التعاون ازاي؟ او حتى وزارة الهجرة بتكلم مين في الدول الاخرى؟ يعني احنا طبعا في تعاون بيننا ما بين وزارة الخارجية، وايضا في تعاون مع السلطات المعنية، بنحاول ان احنا نوري ما هذه او ما هي الحالات الانسانية. انما لما مثلا المملكة العربية السعودية فتحت مؤخرا، فتحت بشروط معينة انه لازم دولة ترانزيت عشان يرجع مرة اخرى الى المملكة. فمثلا عندنا شريحة لازم تروح من خلال البحرين. انا هديلك مثال ازاي احنا بنتعامل في اطار احترام سيادات هذه الدول. فاللي بيروح البحرين على سبيل المثال قدامه يا هياخد الجسر عشان يعدي للسعودية، يا اما هياخد الطيران. المصريين يعني عايزين الجسر اكتر علشان اكتر او اقل تكلفة من الطيارة، انما عشان يطلع الجسر السلطات السعودية والبحرينية بتقول لازم يكون معاه شهادة تطعيم عشان يقدر ان هو يطلع.
أشتغل أنا كوزارة للهجرة مع وزارة الصحة، إن أنا أقول لمعالي وزيرة الصحة من فضلك اعمل لنا يعني زي فاست تراك للمصريين العائدين عشان نقدر إن احنا ياخدوا شهادة التطعيم، ونسق معاها مع وزارة الخارجية للتصديق على هذه الشهادات عشان لما يروح هناك محدش يقول له إيه ختم النسر ده، فين تصديق السفارة؟ وتصديق السفارة لازم تصديق مكاتب تصديقات وزارة الخارجية. فأنا بساعد المواطن في ضوء احترام السيادات وفي ضوء الإجراءات اللي هي هذه الدول بتقولها. بس دايماً بقول المواطن المصري، إحنا كوزارة الهجرة كل الاستغاثات وكل المناشدات بتجيلنا وبنتفاعل معها، ولكن هو لابد إن هو يعرف إن في سيادات دول لابد من احترامها زي ما إحنا، بالتالي مش عايزين حد إن هو يتدخل في سيادة الدولة. هل لديكم رقم شكاوى هنا في الوزارة؟ آه مظبوط، عندنا طبعاً خط ساخن، عندنا قسم شكاوى، عندي الواتساب بتاعي، عندنا تستقبلي بشكل مباشر يا طبعاً فندم؟ طبعاً كل هذه الاستغاثات يعني تليفوني مع المواطنين فعلى طول بيبعتولي، وبطلع ببيانات ما أقدرش أنا أرد على كل واحد، إنما باخد هذه الاستغاثات أشتغل عليها وأطلع في بيان صحفي بعد التنسيق مع السلطات الدولة المعنية عشان نقول لهم المعلومات الصحيحة، لأن المواطن عايز يعرف بس مش عارف مين اللي يدله. فأنا كوزارة للهجرة بساعده بالمعلومات المتاحة عشان يقدر يرجع إن شاء الله. يعني حضرتك استلمتي وزارة 2015، الوزارة دي كان متوقف عملها من 20 سنة، إزاي عملتي الخطة ورسمتي الوزارة دي هتمشي إزاي وإنتي فرد لوحده متولي حقيبة وزارية مش معاكي أي حد؟ كانت صعبة، ما كانتش سهلة، لأنه أولا لازم أثبت للقيادة السياسية إنه رأيها كان صائب في عودة هذه الوزارة، ولازم أثبت للمصريين في الخارج إنه دي مش وزارة شرفية، دي وزارة جاية تشتغل. فالوزارة الحقيقة ما كانش فيه ملفات، ما كانش فيه لوجو، ما كانش حتى فيه وزير سابق أسأله. فأول سنة كانت سنة يعني مش عايزة الحقيقة يعني أجمل الموضوع، لا كانت سنة صعبة إن أنا أوجد دور لهذه الوزارة. إنما بالتأكيد الشغل الكتير وإن احنا نفتح المجالات وإن احنا نفتح التواصل، مصري في الخارج لما بيلاقي حد بيسمعه دي بالنسبة له جديدة إنه حد يسمعه ويرد عليه. فالحمد لله أهو سبتمبر المقبل نبقى 6 سنين، كانت مهمة شاقة، إنما بالتأكيد توفيق من عند ربنا وإرادة إن احنا فعلا ننجح وزارة الهجرة. أنت شخصية قوية؟ دي شخصية مؤمنة، شخصية مؤمنة بربنا إنه يعني كل عمل الحقيقة وكل جهد ربنا يعني شايفه وهو اللي هيكافئ، فبالتأكيد إيمان بربنا أكتر من شخصية قوية. اسمي أحمد رياض أبو هميلة، عندي 35 سنة، صحفي. بدأت أفقد البصر تدريجياً وأنا عندي 12 سنة، لكن الحقيقة دي ما كانتش مشكلة، حاولت إن أنا أحول الصعوبات لتحدي. كنت بحلم إني أشتغل في الصحافة وإن أكتب وكلامي يوصل لكل الناس. اشتغلت في جورنال كبير وساهمت في تأسيس مجلة للمكفوفين بطريقة برايل تساعدهم على حقهم في الوعي والمعرفة. حبي لمهنتي خلاني أتغلب على الصعوبات إني أسافر من القرية اللي بتبعد عن القاهرة 70 كيلو يومياً رايح جاي. أحياناً كنت بعتمد على نفسي وأحياناً على مساعدة الناس، لكن كان الحافز اللي عندي بيخليني أتغلب على أي صعوبات. أحلام كتير حققتها وصعوبات كتير اتغلبت عليها، لكن كان في حلم بيراودني دايماً وهو إني عايز أرجع للرسم. أنا قبل ما أبتدي أفقد البصر كنت برسم، وبرسم لوحات كويسة جداً. حاولت دلوقتي رغم الصعوبات البصرية إني أحاول أرجع تاني، بس هل الحلم ده ممكن ولا مجرد شطحة؟ الفكرة دي فضلت تلح على ذهني كتير جداً، وكنت دايماً بتمنى حققها دوناً عن كل الأحلام، لغاية ما لقيت الإجابة الحاسمة، رضا. رضا اللي برغم فقدانه لأهم أداة للرسم وهي إيديه وصوابعه،
لكن قدر ان هو يخترع لنفسه ويبتكر أداة جديدة يرسم بيها، وهي فمه ورجله. رضا مش بس اتغلب على صعوباته، ده كمان عرض لوحاته في معارض دولية وكسب كتير من الجوائز. الحقيقة تجربة رضا أوحت لي، طالما ان الصعوبات ما بتمنعش انسان انه يحقق احلامه، ليه انا كمان ما اتغلبش على الصعوبات اللي عندي واقدر اعمل كده؟ فادي صديقي وصحفي وفنان تشكيلي، الحقيقة دعمني في إني أحقق الرسمة بتاعتي، وقال لي ليه يا أحمد لأ ما ترجعش ترسم وأنا بشخبط أحياناً؟ قال لي لأ أنت خطك كويس تقدر تعمل حاجة. وبدأت أروح عنده، بدأ يدربني ونبتدي نشوف إيه التكنيكات اللي في الرسم اللي تقدر تساعدني إني أحقق ده. مش بس كده، فادي بدأ يزور معايا البلد علشان نحاول نرسم المناظر الطبيعية اللي كانت محفورة في ذهني من وأنا صغير. انضم لينا رضا وبدأنا نحاول نحقق إن احنا نرسم اللوحة مع بعض. بدأنا ندور في أكتر من مكان لغاية ما رسينا المكان على النيل، كنت بروحه دايماً وأنا صغير. المكان ده له طبيعة جميلة جداً ودايماً محفور في ذاكرتي، لكن دايماً كان السؤال اللي بيشغلني، هل فعلاً هقدر أحقق الرسمة؟ ولا تعب فادي وتعب رضا ممكن في الآخر برضو ما نقدرش نعمل حاجة؟ وأنا برسم كنت قلقان جداً، هل فعلاً هقدر أحقق الرسمة؟ ولا الخطوط هتدخل في بعضها؟ اعتمدت على ذاكرتي البصرية فعلاً زي ما قالولي، لكن دايماً كنت برسم بخيالي. مش بس كده، حصلت حاجة كانت مفاجأة بالنسبة ليا. جاليري في وسط البلد في القاهرة قرر إنه يعرض اللوحة، والحقيقة سعدت جداً بده، لأن اللوحة هتتعرض وسط لوحات كتير لفنانين تشكيليين كبار. أحلام كتير كانت ممكن تموت أو تفضل حديثة في أذهان أصحابها لو ما لقيتش الدعم الكافي وليأخذ بإيديها ويظهرها للنور. في محاولة لجذب استثمارات جديدة للبورصة المصرية، انضم عدد من شركات السمسرة والوساطة في الأوراق المالية إلى مبادرة تهدف إلى تشجيع المصريين المقيمين في الخارج إلى الاستثمار في البورصة وإدارة استثماراتهم عبر تطبيق إلكتروني. ولمعرفة المزيد حول هذه المبادرة، ضيفي في هذه الفقرة إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدينج للاستثمارات المالية. مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. في البداية، كيف تم إطلاق هذه المبادرة وكيف شاركتم فيها؟ المبادرة تم إطلاقها من وزارة الهجرة تحت إشراف السفيرة الوزيرة نبيلة مكرم، كانت استجابة لطلبات المصريين اللي في الخارج إنهم عايزين يستثمروا في سوق الأوراق المالية. المبادرة أول ما تم إطلاقها البورصة تفاعلت مع المبادرة، وتم توقيع بروتوكول بين الوزارة والبورصة المصرية. عن طريق البورصة المصرية طلبت من الشركات العاملة في مصر إن هي لو تحب إن هي تشارك في هذه المبادرة إن هي تتقدم وتشارك في المبادرة دي. ومن هنا اشتركت مباشر لدعم ونقول وإعطاء الباور اللازم للمبادرة دي إن هي تنجح، على أساس إن احنا متواجدين في معظم الدول العالم وبنشتغل في أغلب الدول الخليجية اللي موجودة في الميدل إيست. نعم، البورصة مرتبطة في أذهان قطاع كبير جداً من المصريين بالمخاطر اللي بتسبب أحياناً جرائم يمكن شاهدناها في بعض في سنوات مضت. كيف تواجهون هذه الصورة؟ البورصة دايماً بورصة فيها مخاطر وفيها ريسك وفيها برضو مكاسب كبيرة.
الايديا ان احنا النهارده لما احنا بنتكلم على البورصه كاستثمار بنقول ان البورصه بتتنوع المستثمرين اللي فيها، في مستثمر بيبقى لونج تيرم، في مستثمر بيبقى شورت تيرم. المستثمر هو اللي بيقدر ان هو يختار هو الاستثمار اللي هو عايز يتوجه ليه، هل هو بيحب ان هو ياخد بوزيشن في شركه، لان الشركات اللي موجوده واللي مدرجه في البورصه المصريه في قطاعات كتير جدا من القطاعات اللي موجوده في الدوله، يعني في بتروكيماويات، في بنوك، في شركات اسمده، في شركات اسمنت تحديد وهكذا. فالكلاينت او العميل اللي بيدور وبيبص على البورصه من ناحيه التحليل المالي ويقدر ان هو يختار الشركات اللي بتادي اداء مالي كويس وبعد كده بيقدر ان هو يشتري، بيقدر بعد مثلا 6 شهور لسنه ان هو بيحصل كوبون من الشركه، فبالتالي بيبقى عنده عائد متتالي او متوالي. العائد ده بيجنبه مخاطر كثيره جدا اللي هي فيها التذبذبات السعريه اللي بيطلع السوق او بينزل السوق، لان ساعات بنواجه تذبذبات سعريه عليه على حسب الاقتصاد العالمي والمؤثرات اللي بتحصل فيه. لو قدر ان هو يحصل جزء من الاستثمارات دي في شكل دخل او في شكل عوائد، هيبقى بالتالي هيبقى متامن شويه من ناحيه التذبذبات السعريه. لو العميل بقى مش باصص للاوراق الماليه اللي هي فيها قوه او فيها مركز مالي او فيها فلو في الكاش وداخل بس مضاربات او داخل بس على جروبات السوشيال ميديا وبيبيع ويشتري، ده ساعات بيتعرض لخسائر كبيره لان هو مش عارف هو داخل بيشتري ليه وبيبيع ليه، فبالتالي بيبقى فيه مخاطره جامده. يعني انت كشركه بترشح انه من يتعامل في البورصه يجب ان يكون من خلال شركه استثمارات مش من شخص هو؟ هو الصح ان احنا عندنا لو نقدر نقول البورصه ممكن يدخلها ازاي، بيقدر يدخلها عن طريق 3 حاجات. الحاجه الاولانيه عن طريق شركه إدارة أصول أو إدارة استثمارات، والشركة دي بتاخد من الكلاينت الفلوس بس، هو مش مطلوب منه يبقى عنده أي خبرة أو أي نوع من أنواع النوليدج في سوق الأوراق المالية، هو بيحدد لشركة الاستثمارات أو شركة إدارة الأصول دي أهدافه الاستثمارية ويبدأ أن هو يتعامل معها. الجزء الثاني اللي هو بيروح يشتري صناديق استثمار من الشركات أو من البنوك اللي بتصدر صناديق الاستثمار، ودي بيديرها برضو ناس بروفيشنال أو ناس يعني محترفين. الجزء الثالث بقى اللي هو البورصة، يعني احنا بنتكلم عن سوق المال، في قطاع عريض من الناس ما تعرفش ان سوق المال هو البورصه، لا هي البورصه دي جزء من الاجزاء الثلاثه اللي ممكن المستثمر يقدر ان هو يدخل يستثمر من خلالها. تمام. للغرض الاخير او لمشاركه المصريين في البورصه المصريه قمتوا بعمل تطبيق الكتروني والغرض منه تسديل العقبات امام المستثمرين، ازاي هيسهم التطبيق ده في تسديل العقبات؟ التطبيق ده عبارة عن ديجيتال وولث مانجمنت، يعني إدارة أصول بشكل إلكتروني، وبالتالي هي بتستهدف إن احنا نقدر يعني نخدم أكبر عدد ممكن من المستثمرين بأقل مجهود ممكن، لأن المشاكل اللي كانت بتقابل أي مستثمر عشان يروح لشركة استثمارات إن هي بتطلب منه ملايين عشان يقدر يفتح حساب عشان يقدر إن هو يبقى عميل عندها. احنا النهاردة ابتداء من 500 جنيه الكلاينت ممكن يفتح الحساب ويقدر ان هو يبقى عنده ابلكيشن على الموبايل او على الديسكتوب بتاع الكمبيوتر بتاعه، يقدر ان هو يطلع على حسابه بشكل يومي، وكل المطلوب منه بيبقى عباره عن يعني اجابه على بعض الاسئله ان بتحدد نوع المخاطره اللي هو بيقدر ان هو يتحملها، وبعد كده بيحط ان هو فند الفلوس بتاعته في احنا بناخد الفلوس دي وبنوجهها على حسب هو اتجاهه ايه، هل بتروح للسندات واذون خزانه، هل بتروح لصناديق استثمار، هل بتروح لاسهم، هل بتبقى ميكس من كل المنتجات دي. الكلاينت اللي بيختاره احنا بنقدر ان احنا نوظفه، وفي نفس الوقت في ميزه ممتازه في الموضوع اللي هو لما بيحب يسترد الفلوس ما بيبقاش ناقص منها جنيه، يعني المبلغ اللي بيشوفه على الابلكيشن وقت ما بيعمل طلب استرداد بيسترده بالكامل. لكن انا قريت شويه عن الابلكيشن هو شبه البنك يعني، وانا بتخيل نسيت خالص البورصه دي وتخيلت انه ده ايداع في بنك، انت لما بتسحب فلوسك ده حتى فكره انك ممكن تاخد يعني تسحب منك جزء من الفايده لو المده عدت، ده كل ده مش موجود. ايه الفرق ما بينه فعلا وما بين الاستثمار في البنك؟ انا بودع فلوسي في بنك بفتح حساب يعني. اقول لحضرتك انت لما بتعملي وديعه في البنك بيبقى ليها مده محدده، بتشتري شهاده بيبقى ليها مده محدده، لو احتجت الفلوس قبل المده دي بتخسري من العوائد. ده مظبوط. الابلكيشن بتاعنا اللي هو اسمه دو انفست، انت لما بتستثمري فيه ايا كان الاماونت اللي انت بتحطيه، حتى لو عايزه فلوسك بعد يوم بعد اسبوع بعد شهر، المبلغ اللي اتحقق ده انت بتسترديه بالكامل، ما بيخسرش اي جنيه، ما بيخسرش اي اماونت منه. فدي هي الميزه الفريده اللي في الموضوع، ان انا النهارده باجي استرد كل المبلغ كامل، بس يعني ما بينقصش مني جنيه واحد تحت اي مسمى، سواء مصاريف اداريه او سواء عوائد مجنبه او حاجه زي كده.
طب هل التطبيق الالكتروني محتاج تعديل تشريعي ام انه تشريعي ولا ممكن يعمل بدون تعديل تشريعي؟ لا، التطبيق واداره الاصول عندنا معتمده من الهيئه العامه للرقابه الماليه، يعني بنعمل تحت اشرافها. احنا كل المنتجات اللي عندنا بيتم اصدار موافقه من الهيئه على الخدمات اللي احنا بنقدمها، وكلها مشرعه وكلها مقننه من الهيئه العامه للرقابه الماليه. ايه مخاطر التداول عبر التطبيق الالكتروني؟ المخاطر التداول عبر التطبيق الالكتروني هي موضوع الـ نقدر نقول ان في النوليدج بتاعه الكلاينتس للالكترونكس بتبقى مش عاليه، انما ما اقدرش اقول ان هو في عنده مشكله ان هو هاكرز او الاخر، ان احنا بنستخدم فاير وولز وحاجات مؤمنه. اكيد مؤمن جدا يعني. فهي من الناحيه ان هو بس ما يبقاش هو فاهم هو بيتعامل ازاي مع التطبيق، او التطبيق مش يعني في ناس بعض الناس يعني هتكون المخاطر بتنحصر في مخاطر الفهم، مخاطر الاستخدام. هو مش عارف يستخدم ازاي، انما كابليكيشن بيبقى متامن، كهاكرز كده الحاجات دي كلها متامنه، وفي فاير وولز وفي حاجات كلها مامنه الكوين. طب ليه دايما بيتم الاستثمار في هذه الفئات الثلاث، اذون وسندات الخزانه او صناديق الاستثمار او اسهم البورصه المصريه؟ اذون وسندات الخزانه دي بيروح لها الفئه اللي هي شويه بتبقى قلقانه من ناحيه المخاطر، ان هي عايزه الحاجات المضمونه، اللي عايزه الحاجات السيف. ليه؟ هو ما بيتعرضش لاي مخاطر الا اذا كانت الدوله مش هتسد الـ يعني المبلغ، وده مش هيحصل. فالنهارده اللي بيروح للجزئيه دي هو اللي هو لا يقبل اي نوع من انواع المخاطره. صناديق الاستثمار بيروحها لنفس الشخص وبيروحها لنفس النوعيه، بس كمان ممكن يدخل عليها النوعيه اللي ممكن تقبل شويه مخاطر، لان صناديق الاستثمار ممكن تكون بتتعامل في الادوات الماليه الثابته وبتتعامل في الاسهم. البورصه بيروحها لاكتر اللي بيحب المخاطره اكتر، واللي بيحب المخاطره اكتر ممكن يكون شاب صغير، فبالتالي يقدر ان هو يخاطر بمبالغ كبيره، او ممكن يكون حد من مثلا استاذ جامعه، دكتور وما الى ذلك. فالنوعيه دي بتدور على الاسهم اللي هي الدفاعيه، اللي فيها نقدر نقول كاش فلو على طول، فيها كوبونات على طول، وفي نفس الوقت التحركات السعريه بتاعتها مش عاليه. فكل ما ده اللي احنا برضو من ضمن الحاجات اللي احنا لمسينها، كل ما السن يبقى صغير كل ما المخاطره بتبقى عاليه، كل ما السن بيكبر بتلاقي المخاطره بتحاول، او الشخص نفسه او المستثمر بيحاول يقلل المخاطره بتاعته. طب كل فئه من هذه الفئات الثلاث بتسهم بقد ايه في الاستثمار بسوق المال؟ هو النهارده يعني احنا بنتكلم في سوق المال بعباره عن اكتر من شريحه من شريحات او شرايح الاستثمار، فكل اتجاه ليه الاماونتس بتاعته. يعني احنا بنتكلم في البورصه المصريه ليها ماركت كاب او راس مال سوقي، ده بيطلع وبينزل على حسب الاسعار وحسب التغيرات في الاسعار اب او داون. كنا في وقت من الاوقات وصلنا لارقام كبيره جدا، بس طبعا مع يعني نقدر نقول النزول اللي حصل في السوق او الحركات التصحيحيه اللي حصلت في الفتره اللي فاتت الاسعار نزلت. سندات واذون الخزانه، احنا بنشوف الدوله تقريبا اسبوعيا بتصدر سندات واذون بشكل اسبوعي عشان تمويل عجز الموازنه وتمويل المشاريع الدوله بتقوم بيها. فكل تايب من التايبز من الانفستمنت ده بيكون ليه رولز اللي هو بيشتغل عليها، وبيقدر ان هو يحقق من وراها المستهدفات اللي هي مطلوبه من الدوله. ده هيخليني اسال حضرتك، لماذا يعد الاستثمار في اذون وسندات الخزانه المصريه الاهم والاكثر ربحا في كل القطاعات؟ لان هو بيحقق اعلى عائد دلوقتي. حتى احنا لو بصينا للميدل ايست وبصينا للجلوبال بشكل جلوبال، احنا بنلاقي ان احلى او اعلى عائد فعلي النهارده بيطلع من الاذون وسندات الخزانه المصريه. احنا بنشوف الاجانب جام دايما بيشتروا، وفي ضخ متتالي. يعني كان في حصل شويه ويكنس في بعد كورونا حوالي شهرين او ثلاثه حصل خروج، بس الخروج ده ما كانش من مصر بس، كان من جميع الاسواق الناشئه. انما بعد كده بدا الضخ مره ثانيه، والنهارده وصلنا لمستويات ما كناش وصلنا لها قبل كده او ما قدرناش نوصل لها قبل كده. طب ده سؤال، ليه بيقبل عليها دايما في الاجانب ويحجم عنها المصريين؟ هو النوليدج، يعني هي المعرفه. النهارده المصري دايما بيبقى خايف او حاسس ان سندات واذون الخزانه دي حاجه غامضه بالنسبه له، مش عارف يوصل لها، انما مش عارف يعني ايه انه يقدر يروح البنك، او يقدر ان هو يقف على شباك البنك ويطلب ان هو يشتري اذون خزانه، او يقدر ان هو يدخل اي فرع من الفروع اللي بيتعامل معاه في البنوك، او يجي لشركه من شركات اداره الاصول ويقول لها انا عايز اشتري اذون وسندات خزانه في المحفظه بتاعتي. الحته دي شويه مفتقدينها المصريين. هل بتكون محتاجه يعني متطلبات كتير فبالتالي بيحجم عنها، ولا
زيها زي اي طريقه للتداول على في البورصه. هو حضرتك زي ما بتروح تشتري شهاده من البنك، انت ممكن تقفي على شباك البنك وتطلب منهم ان هم يشتروا لك اذون خزانه بس مش اكتر. يعني ده هو الموضوع. مش ما فيهاش اي نوع من انواع الصعوبات، بس هي النولج زي ما بقول لحضرتك، المعرفه ان هم الناس مش عارفه ان هو ممكن يدخل على شباك البنك ويطلب منه انا عايز اشتري اذون خزانه ب 25,000 جنيه. يعني هو الحد الادنى بس للاستثمار في اذون الخزانه 25,000 جنيه. لو معاه المبلغ ده يقدر ان هو يخش ويشتري اذون خزانه، والمخاطر بتكون صفر بالنسبه له في الموضوع ده. ما فيش اي نوع من انواع المخاطر الا اذا الدوله ما سددتش، ده المخاطره الوحيده اللي موجوده. طيب صناديق الاستثمار الماليه بتوفر خيارات نقديه او استثمار في الاسهم او العقارات وايضا الصناديق الخيريه، ازاي المواطن ممكن ان يربح من التداول في صناديق الاستثمار؟ اقول لحضرتك صناديق الاستثمار دي بيديرها ناس محترفه، فبالتالي انا لو ما عنديش النولج بتاع ان انا اتعامل في البورصه يبقى من الاحسن ان انا اروح اما لشركه اداره اصول اما لشركه بتوفر صناديق الاستثمار. واحنا عندنا في مباشر بنوفر كل الصناديق اللي حضرتك قلتي عليها دي. يعني النهارده الكلاينت ممكن يعمل اونلاين، واحنا كنا اول حد بيدخل الاونلاين سبسكريبشن في صناديق الاستثمار، بيجي يعمل اوردر عن طريق الابلكيشن بيقول انا عايز اشتري 10 وثائق، انا عايز اشتري 100 وثيقه، انا عايز اشتري 1000 وثيقه، على حسب ما هو عايز او على حسب ما هو راغب ان هو يشتري. بيشتري على حسب هو احتياجاته ايه. يعني في ناس بتدخل على صناديق الاستثمار اللي هي نقديه اللي هو عايز بس زون وسندات خزانه لا اكتر. في ناس بتحب ان هي لا انا عايز ادخل في صندوق بيبقى باصص شويه على الايكويتي على الاسهم، ليه؟ عشان استفيد. انا مش هعرف ان انا اتداول وابيع واشتري بنفسي، فهروح اديها لحد محترف هو اللي يشتري ويبيع ويديني العائد بتاعها. وفي الناس اللي هي طبعا النظام الوقف الجديد اللي هو النظام الوقف الخيري، دي في صناديق خيريه هو بدل ما بيروح يعمل وقف لا هو بيروح رايح شاري وثيقه في صندوق الخيري وبيحطه صندوق الخيري، ده بيستثمر الفلوس لمصلحه الجهه الخيريه ويديها العائد هي تقدر تعمل بيه مشاريع. ففي تنوع استثماري، في تنوع ازواق للمنتجات الاستثماريه. انا بشكرك الاستاذ ايهاب رشاد نائب رئيس مجلس اداره شركه مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات الماليه، شكرا جزيلا للمشاركه معنا على شاشه بي بي سي. شكرا لحضرتك يا فندم. أنا علي عبدو، رحالة ومغامر المصري. مؤخراً عملت 1000 كيلومتر بموتوسيكل كهرباء في يوم واحد احتفالاً بيوم البيئة العالمي. ناس كتير عندنا ما عندهاش وعي بيئي، بتسبب مشاكل بيئية كبيرة جداً. فالنهاردة أنا حبيت أعمل حاجة زي كده جديدة وفيها تحدي وفيها مغامرة عشان نوعي الناس للقضية دي وتبدأ تعرف عنها أكتر. الرحلة بدأت من اسكندرية بعد ما شحنت الموتوسيكل بتاعي في الجراج في محطة شحن الكهرباء في أول طريق السخنة، وقفت فيها وكان في ناس كتيرة هناك. بدأنا نتكلم عن إزاي بتعلم الكهرباء ده بيمشي، وكان معايا عربية كهرباء كمان، أحد الأصدقاء كان معايا عربية كهرباء شارك معايا في جزء من الرحلة. بدأت الناس تسأل وتستبصر انتوا دي بتشتغل إزاي وبتشحنوا إزاي. الرحلة دي بالنسبة لي أنا شخصيا كانت تحدي، أنا مش ضامن إن ده يحصل من غير مشاكل، بس على أرض الواقع كانت تجربة لا تقارن بالبنزين. مفيش حرارة، مفيش فايبريشن، معدل الأمان هنا عالي جدا، معدل الراحة عالي جدا. ما صرفتش جنيه في البنزين طول الرحلة، أنا روحت الألف كيلو وجيت ما دفعتش حاجة. من الحاجات اللطيفة اللي أنا شفتها في الرحلة محطات الشحن بقت موجودة في أماكن كتير، خدمات موجودة في أماكن كتير، حالة الطرق اللي بتستخدمها للسفر ممتازة بصراحة. يعني أنا النهاردة قدرت أروح لحد البحر الأحمر بموتوسيكل الكهرباء، أتمنى السنة الجاية أقدر أروح أسوان بموتوسيكل الكهرباء، أتمنى أقدر إن أنا أروح مطروح بموتوسيكل الكهرباء. فمحتاجين يبقى في محطات شحن تغطي معظم طرق السفر. مصر مؤخراً بدأ يبقى فيها رواج واضح جداً للعربيات الكهرباء، وعي وناس كتيرة بتسأل وناس كتيرة عايزة تشتري عربيات الكهرباء. ده نتيجة قرار إعفاء العربيات الكهرباء من الجمارك والسماح باستيرادها بموديل يمكن أقدم 3 سنين، بس مؤخراً تم إلغاء القرار ده. أتمنى أن يتم إعادة دراسة القرار ده ويتم تأجيله لمدة تسمح للناس أنها تتعرف على عربيات الكهرباء. إحنا قطعنا شوط كبير جداً في أن إحنا ندي الناس الثقة في العربية الكهرباء أن هي مش لعبة أطفال بريموت، انك تقدر تسافر بيها، انك تقدر تروح بيها، انك تقدر تروح بيها الشغل، تقدر تعتمد عليها اعتماد تام في حياتك.
بعد رحلة الألف كيلو ديت إن شاء الله في رقم قياسي عالمي بعمله في مصر، موتوسيكل الكهرباء ده اسمها أطول مسافة قيادة موتوسيكل الكهرباء في 24 ساعة. يعني إحنا عايزين ناس كتيرة قوي تعرف عن العربيات الكهرباء والموتوسيكلات الكهرباء وتتحول لاستخدام الكهرباء. ده هيساعدنا على تقليل الانبعاثات، هيساعدنا على حل مشاكل بيئية كتيرة جدا بتصدر من العربيات يعني البنزين. في قرارات وصفت بالتاريخية، أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية عدة قرارات في اجتماعه المنعقد قبل عدة أيام، أبرزها بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، إلا أن بعض القرارات أثارت جدلاً وخصوصاً حول ندب القضاء وتوحيد المستحقات المالية بين الهيئات القضائية باستثناء المحكمة الدستورية العليا. وللحديث حول هذا الأمر معي ضيفتي المستشارة هاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا وأول امرأة تتقلد هذا المنصب. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا سيدة نسمة. أهلا بك. في البداية، ما تقييمك لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالسماح للمرأة بالعمل في النيابة الإدارية ومجلس الدولة؟ طبعا أنا فخورة بهذا القرار جدا، لأنه بيستكمل وجود المرأة المصرية في كل الهيئات القضائية اللي هي هيئات الحكم، لأنه إحنا بدينا بالمحكمة الدستورية سنة 2003، بعدية اتعين 3 دفعات في القضاء العادي، ثم بقي مجلس الدولة والنيابة العامة كأحد يعني مصادر القضاء الجالس. فطبعا فتح الباب بالقرارات دي وبداية عهد المرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة يسلك صدورنا كلنا كنساء مصريات، لأنه نعم. بيكمل عقد وجودنا في القضاء. حضرتك قلتي 2003 يمكن تم تعيينك كأول قاضية بالمحكمة الدستورية، 2007 نعم. تم تعيين قاضيات بالقضاء العالي. صحيح. ليه تأخر تعيين المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة كل هذه المدة؟ الحقيقة كان في جدل داخل هذه الهيئات، وجدل طبعا يعني احنا كنا بنرد عليه دايما، لكن الامر حسم بدستور 2014 حقيقة، لانه الدستور اللي صدر 2014 به نص صريح يلزم كل الهيئات والجهات القضائية بتعيين المرأة، واحنا كنا بنطالب الرئيس بالتدخل كل سنة. الحقيقة انا كنت بطالبه بألا يوقع على اي دفعة معينة في مجلس الدولة او في النيابة العامة الا اذا كان فيه نساء، وبالتالي فهو تدخل بسلطاته وصلاحياته الدستورية لإلزام كل الهيئات القائمة باحترام هذا النص الدستوري. فإحنا طبعا هو جزء من الجدل يعني اللي كان بيحصل في المجتمع المصري. سيادة المستشارة، كيف يتقبل القضاء وجود امرأة على منصة القضاء التي كانت حكرا على الرجال لعقود طويلة؟ طبعا كل شيء في بدايته بيبقى صعب، لكن أنا أعتقد أنه بعد تعييني وبعد مرحلة من وجود القضيات في القضاء العادي ودورنا والتزامنا بأدائنا المهني، يعني أنا فخورة جدا أنه لما انعقدت الجمعية العمومية محكمة النقض ومعها كل الهيئات القضائية في سنة المواجهة التي حدثت مع تنظيم الإخوان وهو يحكم حين استهدف القضاء المصري، كنت فخورة بأنه القضاء الكبار اللي اعترضوا على
تعييني فوجئت بيهم بيقولوا لي كنا نتصور أنكم ستكونوا ضعفاء ومش قد المسؤولية في القضاء، لكن إحنا بنعتذر وبأثر رجعي. فأنا بعتبر أنه تغيير الثقافات السائدة هم مرهوم بممارسة الحقوق، وتحديدا اذا ما يعني اعتبر الامر خاص بالمراه فهو محتاج لتثبيت اركانه داخل المجتمع بتغيير الثقافات السائده. وانا اعتقد ان الامر النهارده بقى مختلف تماما عن لحظه تعييني في 2003. طيب ناتي لباقي القرارات. كان في تحفظات على استثناء قضاة المحكمة الدستورية من مساواة الدرجات المالية، لماذا تم استثناء قضاة المحكمة الدستورية؟ هو الحقيقة المساواة دائما ما تحسب داخل الهيئة القضائية الواحدة، لأنه في اختلاف بين في أوضاع القضاء من هيئة لهيئة. على سبيل المثال الهيئات القضائية كلها بما فيها مجلس الدولة القضاء العادي يمكن أن يتم الندب منها لجهات يعني حكومية أو جهات خارجية أو تدريس في الجامعات، يعني عندها مساحة من الأداء تختلف عن قضاة الدستورية اللي هم بيبقى فيه تفرغ تام وعدم جواز أن يعملوا بأي عمل آخر خلال فترة وجودهم في المحكمة. لكن اسمحي لي سيادة المستشارة بعد إذن حضرتك، من المفترض أن الندب سينتهي بنص الدستور، ماذا يحدث في حالة إلغاء الندب؟ أي يعني هو الفكرة هنا، أنا عايز بس أوضح لحضرتك فكرة المستحقات المالية، أنه الأصل هو المساواة في أساس المرتبات واحد بالنسبة للجميع، لكن بيختلف الأمر في وجود بعض البدلات الخاصة اللي هي بتضاف على المرتب الأساسي. فقضاة الدستورية لديهم بدل التفرغ لأن هم لا يجوز لهم الندب، لا يجوز لهم العمل في أي جهات أخرى، وبالتالي فهذا هو يعني سبب التمييز في إطار أنه المحكمة الدستورية تستثنى من مبدأ المساواة في المستحقات المالية، لكن المساواة قائمة في أوضاع القضاة المصريين جميعا في أساس المرتبات. نعم، ولكن بالنسبة لنقطة الندب فالندب سيتم إلغائه، في هذه الحالة ماذا سيحدث؟ لو تم إلغائه خلاص هيتطبق عليهم مبدأ التفرغ، وبالتالي التفرغ بيبقى له بدل خاص به. يعني أعتقد في هذه اللحظة سيكون هناك تغيير ما في المستحقات اللي هي بجوار أساس المرتب، لأنه بدل التفرغ هو الفرق، بدل التفرغ يطبق على القضاء الدستوري ولا يطبق على باقي الهيئات، لأنه باقي الهيئات لديها إمكانيات وبيتم فعلا الندب لمعظم الأعضاء حسب رغباتهم، يعني فبيبقى ما فيش مجال لتطبيق بدل التفرغ عليهم. لكن لو اتلغى مبدأ الندب في حد ذاته أعتقد في هذه اللحظة سيتم المساواة في بدل التفرغ. سيادة المستشارة، في هذه النقطة استمرار ندب القضاء ألا يعد مخالفة دستورية، حيث ينص الدستور على إنهاء الندب خلال 5 سنوات من إقرار الدستور عام 2014؟ دايما القوانين بتعدل بعد الدساتير، والمفترض انه قانون السلطه القضائيه ينظر في امر الندب على ضوء المواد الدستوريه ويتم اتخاذ الاجراءات المناسبه ليها. ربما الفكره هنا انه الارجاء الذي حدث في تطبيق مبدا يعني انهاء الندب بالنسبه للقضاه يرتبط بالتوازنات الماليه في الدوله، لانه طبعا زي ما بقول حضرتك هيترتب عليه تطبيق مبدأ التفرغ على كل الهيئات المجتمعة. طيب سيادة المستشارة، ننتقل لجانب آخر. لماذا وافقت المحكمة الدستورية العليا على مقترح للحكومة بتعديل قانونها ليشمل زيادة اختصاصاتها لتمتد إلى الرقابة على قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية الصادرة ضد مصر فيما يتعلق بالأمن القومي، وتحديدا كيف يتم تنفيذ ذلك؟ طبعا ده تعديل خطير ومهم جدا على قانون المحكمة الدستورية العليا إذا ما أقره البرلمان، لأنه هو مازال مقترح حتى الآن. لكن أنا أعتقد أنه هذا الاختصاص هو اختصاص مهم بالنسبة لسيادة الدول، لأنه الدول دائما عندها حق التحفظ في إطار الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والمواثيق، وهذا الحق مقرر في الأمم المتحدة ومقرر في كل الدوائر الدولية اللي فيها احترام مبدأ سيادة الدول. هنا السيادة تأتي من خلال أن الرقابة الدستورية على أي حكم يصدر مخالف لمبادئ الدستور في دولة
فأعتقد أنه الرقابة عليه من المحكمة الدستورية هو أمر وارد وهام، لأنه لا يجوز أن يتجاوز أي جهة تصدر قرار أو أحكام ضد دولة أخرى المبادئ المقررة في دستورها، لأنه ده تدخل مباشر في السيادة الوطنية. صحيح فيه هنا اشتباك ما بين يا فندم، اسمحي لي أنه بعض القضاء يمكن ظهروا على وسائل التواصل في بعض المواقع الإلكترونية يمكن رفضوا عدم ذكر اسمهم، ولكن كان رأيهم أنه ده أمر غير متصور، لأن علاقة مصر بالدول والهيئات ومراكز التحكيم الأجنبية هي علاقة محددة باتفاقات ومعاهدات وعقود شراكة واتفاقات تعاون، وكل اتفاق منهم بيضمن آلية للاعتراض على قراراته، وانضمام مصر تلك الاتفاقيات والمعاهدات يتبعه التزامها دوليا شأن باقي الدول المشاركة فيه. الانضمام لمثل هذه المنظمات لا ينفي إعمال قاعدة السيادة للدول، لأنه السيادة هنا تسبق أي اتفاق آخر، لأنه الاتفاقيات الدولية والمعاهدات اللي بتمضي عليها الدولة أو توقع عليها أو تنضم إليها حتى بتكون خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية في بلادها، وقد يرفع طعن على هذا القرار الذي اتخذته الدولة فيتم إلغاؤه عبر المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية. سؤالي بشكل آخر، هل تخضع المنظمات الدولية وهيئات التحكيم لقرارات المحكمة الدستورية، أم أن ستكون المحكمة الدستورية تخاطب الداخل وليس الخارج؟ لا طبعا تخاطب الداخل والخارج، لأنه هي عنوان من عناوين السيادة الوطنية، ولا يجوز أن تصبح الدولة يعني مرهونة بتوجهات قد تكون حتى معادية، وهذا بيحدث. وإحنا شايفين حقيقة أنه في يعني انتهاك مباشر من منظمات دولية ومن الأمم المتحدة نفسها لبعض الحقوق المقررة في مبادئها وفي ميثاقها وفي القواعد القانونية الدولية التي تطبق بعد اتفاق عليها. طيب إذا صدر من مصر قرار، إذا صدر من المحكمة الدستورية قرار ينافي قرار صدر من إحدى المحاكم الدولية أو من الأمم المتحدة، في هذه الحالة كيف تتصرف؟ لا يطبق، لأنه في النهاية سيصبح السلطة العليا التي لها حق الرقابة، لأن هي بتراقب إيه؟ بتراقب التزام هذه المنظمات والمؤسسات والهيئات والمحاكم بما قررته الدولة في دستورها، لأن المحكمة الدستورية مش بتنظر في الموضوع، بتنظر في مدى الانطباق على مبادئ الدستور القائم. هل التعديل الأخير دوت هيؤثر على التزام مصر بالاتفاقات الدولية الموقعة والتي لها حكم القانون بموجب الدستور؟ يعني الدستور المصري بيقول إن يعني الحفاظ على هذه الاتفاقات، فالوضع بيكون في هذه الحالة. الاتفاقيات الدولية والمعاهدات حين يوقع عليها وتصدر بالإجراءات الدستورية داخل الدولة فهي تصبح في مرتبة القانون، والقانون في النهاية مرتبة أدنى من مرتبة الدستور. المحكمة الدستورية العليا حين يعرض عليها الطعن ستراقب هذه الاتفاقيات والمعاهدات باعتبارها قوانين، إذا ما خالفت الدستور فمن حقها أن توقفها. نعم بحكمها. طيب. وهذا يستقر في كل قضاء العالم على فكرة، يعني مش مصر بس، ده 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 اختصاص أصيل لكل المحاكم الدستورية في العالم. وأنا قضيت 11 سنة من حياتي وأنا من الخبراء رفيع المستوى في الأمم المتحدة، وكنت بحضر بشكل دائم لجنة استقلال القضاء والمحاماة. عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، المحكمة الدستورية العليا في مصر مصنفة الثالث على العالم بتقارير الأمم المتحدة اللي بتقول إنه مدى استقلالها مدى قدرتها على احترام المسؤوليات الوطنية واحترام القواعد الدولية، وبالتالي فهي محكمة راسخة وعمرها 55 سنة، ويمكن أن يراقب قضاءها السابق عشان نعرف فيها تحكم إزاي. هي واجهت تنظيم حكومات وواجهت رؤساء وقضت في قضايا شائكة، وبالتالي فثقتنا في القضاء الدستوري وهذا الأمر يعني مشهود ليه في كل العالم يعني. ولكن هناك رأي مخالف لهذا الكلام، فقد تخوف رئيس المركز العربي الأستاذ المحامي ناصر أمين من التعديلات اللي وصفها بأنها غير مشروعة، وشدد على أنها تعرض قضاة الدستورية لضغوط سياسية في مسألة تقدير الأحكام أو الأدوار اللي بيقوموا بها للحكومة، معتبرا أن التعديلات بتتجاوز دور المحكمة الدستورية المحدد دستوريا كمحكمة مصرية تعمل تحت ظلال أحكام الدستور المصري في الإقليم المصري. رأي فردي وشخصي وأحترمه، لكنني أختلف معه اختلافا جذريا،
واحنا عارفين طبعا انه القواعد التي تطبق في الدول يمكن مراقبتها من خلال مبادئ الامم المتحده الخاصه باستقلال القضاء والمحاماه، وانا اطالبه اذا كان قانونيا او كان مهتما بالشؤون القانونيه والدستوريه ان يراجع هذه المبادئ ليعرف ان هناك رقابه ذاتيه وداخليه على قدره الدوله على اداره التزاماتها الدوليه، ولا يجوز ان يسقط هذا من قضاءها الدستوري في اي دوله في العالم. شكرا مستشارة هاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، وأيضا كنت أول امرأة تتقلد هذا المنصب. شكرا جزيلا للمشاركة على شاشة بي بي سي. الشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام. انتهت حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر، بإمكانكم مشاهدة الحلقة كاملة على صفحة برامجنا بي بي سي عربي. الشكر لكم مرة أخرى، والشكر أيضا لفريق عمل بتوقيت مصر. لكم تحياتي نسمة السعيد.